في هذه الآونة الأخيرة السياسة التي وصلت إليها النظامين، جميع الأنظمة الموجودة في المنطقة مرتبطة بالنظام العالمي، النظام العالمي الذي وصل إلى مرحلة الانسداد في سياستها، لا تستطيع أن تحل الأمور ولا تستطيع أن تكون لائقة في طرح حلول ومشاريع في حل هذه الأزمة، الأزمة الإنسانية ليست فقط الأزمة السورية، إنما الأزمة الإنسانية الموجودة في الشرق الأوسط بأكملها أو في العالم بأكمله. إذن هذا النظامان أو الأنظمة بقت وصلت إلى مرحلة الإفلاس ولا تستطيع أن تقدم الحلول، وليس لديها مشاريع في حل الأمور كما يجب، لأن هناك إرادة الشعوب أقوى من كل تلك السياسات التي تمارس. دائما تلجأ هذه الأنظمة إلى سياسة الحرب، باستمرار هذه الحرب، بإطالة عمر هذه الأزمة، بإطالة وتعمقها. بات النظام العالمي يصل إلى مرحلة الإفلاس وليس لديه أي مشروع في حل الأمور، لأن هناك إرادة الشعوب، وهناك إرادة الشعوب ومكوناتها الموجودة التي لديها روح مجتمعية، لديها قوة مجتمعية التي تبني نظامها المجتمعي، واستمرارية هذه المجتمعات وبناء نظامها وإدارة أنفسهم أصبحت وأثبتت مرة أخرى بهذه الأزمة السورية الموجودة، أثبتت مرة أخرى أن هذه اتحاد ووحدة المكونات ومقاومتها، مقاومتها الظلم وهذه السياسة التي تبيد إرادة الشعوب، وأظهرت للعالم مرة أخرى أن لديها قوة في حل أمورها بنفسها وفي إدارة نفسها، بناء نظامها المجتمعي على أسس أخوة الشعوب، على التكاتف والتعاون، أصبحت قوة لا يستهان بها. وجميع هذه المخططات والمشاريع التي طرحت من قبل المعارضة سواء كانت في جنيف أو في أستانا أو في سوتشي، جميع هذه الاجتماعات باءت بالفشل، والنتيجة أظهرت مرة أخرى بعد 10 سنوات من هذه الأزمة وصلت المعارضة إلى مرحلة الإفلاس وليس لديها أي مشروع في حل الأمور، لأن النظام العالمي والأنظمة الموجودة لا تفسح المجال أمام أي مشروع للشعوب وإرادتها، أي مشروع أو أي نظام لكي تدير نفسها بنفسها، وإنما تفرض مخططاتها وتفرض سيطرتها، لأن بفرض مخططاتها وسياستها تحاول أن تتعش مرة أخرى وأن تدير، أن تطيل عمر هذه الهيمنة في المنطقة، وأن تستغل طاقات وموارد بشرية وطبيعية الموجودة في المنطقة لكي تغذي نظامها، الأنظمة الموجودة في المنطقة والنظام العالمي، حتى تستطيع أن تخرج من أزمتها. ومثال ذلك النظام السوري ما زال متعنت ولا يقبل إرادة شعبها، ولا تقبل الحوار، ولا تقبل التفاوض، لأن ليس لديها قرار مستقل، وإنما هو النظام السوري والنظام التركي مرتبط بالنظام العالمي. وحتى الأزمة الموجودة في تركيا تحاول دائما النظام التركي والنظام الإيراني والأنظمة الموجودة في المنطقة والنظام السوري صدور إصدار أزمتها الاقتصادية التي تعيشها هذه الأنظمة، تحاول أن تصدرها إلى خارج حدودها، ولكن إلى أين؟ نحن ندافع عن القضية الإنسانية، ما زالت القضية الإنسانية تعاني من الأزمات وتعاني من الانصهار وتعاني من الإبادة. إذن فعل جميع الشعوب المنطقة، ليس الشعب الكردي، وأن جميع شعوب المنطقة إن كان الشعب السوري أو التركي أو العراقي أو العربي أو الفارسي، لأن تتحد وأن تبني نظامها المجتمعي وتتكاتف في وحدة في بناء نظامها المجتمعي ضمن مشروع الأمة الديمقراطية الذي يضمن حقوق كافة المكونات وكافة الشعوب الموجودة، وعلى أسس التعايش السلمي والعدالة الاجتماعية والنظام الاجتماعي الدائم في المنطقة لاستقرار
لبناء الاستقرار والأمن وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام والديمقراطية في المنطقة. ما زالت هناك كثير من الشعوب وكثير من المكونات تحاول أن تتحرر من هذه القيود، ولا تستطيع أن تتحرر من هذه القيود إلا بتكاتفها، بوحدتها، بنضالها، بنشاطاتها، بكفاحها في أن تكافح الظلم، تكافح الطغيان، تكافح الذهنية العقيمة التي لا تقبل الآخر. إذن بقت هذه الأنظمة على حافة الانهيار، وتظهر إرادة الشعوب مرة أخرى بضمن مشروع الأمة الديمقراطية على أساس أخوة الشعوب، التي أثبتت خلال هذه التجربة النادرة التي تحققت في شمال وشرق سوريا، ليس في شمال وشرق سوريا وإنما أثرت على جميع شعوب المنطقة، وما زالت هذه الحقيقة أظهرت للعالم المناطق التي تحت سيطرة النظام وتحت سيطرة النظام التركي والعراقي، ما زالت هناك الشعوب تعاني من الظلم، تعاني من البطالة، تعاني من جميع أمراض، من جميع المشاكل الأساسية للحياة، عدم تأمين مستلزمات الحياة. لذلك على كافة الشعوب والمكونات أن تتحد وأن تصبح قوة مجتمعية في محاربة ومكافحة هذه الذهنية العقيمة، وليس هناك حل إلا بالحوار والتفاوض ما بين كافة المكونات والشعوب والأنظمة الموجودة حتى نستطيع أن نتخطى هذه الأزمة. الاتفاق ما بين النظام السوري والتركي لا نستغربه، إنما هذه الحقيقة، حقيقة هذه الأنظمة التي لديها سياسة ذو وجهين، السياسة التي كانت تحارب النظام السوري، إنما الأنظمة الموجودة لا تحاربها، وإنما أصبح الشعب السوري ضحية هذه الأنظمة في محاربة بعضها البعض. ولكن عندما أظهرت هذه الحقيقة، أصبحت هذه الشعوب أداة بيد النظام التركي في محاربة النظام السوري، وبنفس الوقت هذه الدولة التركية لديها سياسة التوسعية في احتلال المناطق المحتلة، وهذه الحقيقة أظهرت في المناطق المحتلة كيف تحارب الشعوب، ليس فقط الشعب الكردي، المناطق المحتلة، المدن الكردية، وإنما حتى المدن العربية. منعت اللغة العربية وفرضت لغتها التركية، وتسير السياسة الإبادة، وتسير سياسة التغيير الديمغرافي في المنطقة بأكملها، مناطق التي تحت سيطرتها. وأصبحت المعارضة السورية التي تدعي المعارضة أنها أصبحت ضحية للنظامين، وبرأيي أن هذه الأنظمة وصلت إلى مرحلة الإفلاس، ووصلت إلى مرحلة الانسداد، وأصبحت تتاجر بقضية الشعب السوري وبالقضية الإنسانية في المنطقة. لا تصل، والإنسان الذي يتاجر ذهنيته التي تتاجر بالشعوب لا تستطيع أن تقدم الحلول المناسبة، ولا تستطيع أن تتخطى هذه الأزمة. فقط نداؤنا إلى كافة الشعب السوري وإلى كافة شعوب المنطقة بأن تتحد وتناضل ضد هذه الذهنية العقيمة، وأن تحاول أن تتكاتف وتتوحد في محاربة هذه الأنظمة، وأن تصبح أن يكون لائقين لإنسانيتهم، بأن يدافع عن القضية الإنسانية المجتمعية الذي هو من المشروع الأممي الديمقراطي الذي يضمن كافة حقوق المكونات، الذي أصبح نموذج الأمثل ليس في سوريا إنما في الشرق الأوسط بأكمله حتى في العالم. هذه التجربة النوعية التي أثبتت للعالم أجمع أن دائما إرادة الشعوب هي الأقوى، إرادة الشعوب التي تنتصر في النهاية،